السؤال الثاني، أنواع الشرك القولية والفعلية. نعم، السؤال عن الشرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، والطواف بأضرحتهم، وذبح القرابين عندها تقربا إليهم، والنذور لهم وما أشبه هذا. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع. النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله. هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، بأن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله، لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ. نعم، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء، الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي، لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي وهو الرياء. نعم، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى. الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله، ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، ويقصد به المحمدة، أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا أو مخافة من الناس. صورته أنه لله، لكنه يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه باطل ما كانوا يعملون. نعم، فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة، لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محبط للعمل. نعم، الرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل. نعم.